بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة من مقرر ميكانيكا المواقع 2 الدرس الثاني internal and compressible viscous flow إن شاء الله في هذه الحصة باش نحاول أني نطرح مسألة جديدة وهي المسألة الرابعة اللي راح ندرس فيها إن شاء الله steady fully developed laminar and compressible flow of Newton fluid over كلمه هنا بروز بليت كلمه بروز يعني ايش يعني انه يسمح بمرور الماء فاذا البليت هنا تسمح بمرور الماء فهنا راح نشوف انه في سرعه على الاتجاه واي عكس ايش شفناه قبل وقلنا انه السرعه الاتجاه واي تساوي صفر فنحاول نقرا المساله الرابعه And an incompressible viscous fluid of kinematic viscosity nu flows between two straight walls at a distance h apart فالمسافة بين الاثنين كالعادة هي اخذناها هي h one wall is moving at a constant velocity u in x direction while the other is at rest as shown in the figure فهنا البلايت اللي تحت هنا ثابتة واللي فوق تتحرك بايش بسرعة u The flow is caused by the movement of the wall. يعني إيش؟ يعني هنا ما في gradient of pressure. يعني مجرد إنه يتحرك الوال هذا أو الحائط هذا أو البلايت هذا فيتحرك الماء معه. The walls are porous. And a steady uniform flow is imposed across the walls to create a constant velocity v. فزي ما قلنا هنا الـ هما فيسمح بمرور الماء بالاتجاه هذا اللي شوفوا فيه الحين اتجاه يساوي كابيتال V assuming fully developed flow show that the velocity profile is given by المعادلة هذه السؤال الأول أو الفقرة الأولى U تساوي المعادلة اللي موجودة أمامنا هنا also show that U approaches Uy على h for small v and you a u exponential minus v h minus y على نو for every large v h على نو طيب طريقة حل المسألة زي العادة فيها الخطوات الخطوة الأولى the question to describe the flow وراح نسوي إيش كالعادة نبي stocks question and continuity question فلهذا قلنا هنا down also shoot the coordinate system قلنا down ليش لأني استعملت x y and z طبيعي جدا فهنا استعمل Cartesian coordinates الخطوة الثالثة decide open the functional dependence of the velocity components steady كل ما هو على التايم يمسح fully developed flow direction حق صريان الماء على الـ x يمسح therefore no change in time زي ما قلت and in the flow direction canal is not bounded in the z-direction and therefore nothing happens in z-direction يعني ال W تساوي صفر الخطوة الرابعة use the continuity equation in Cartesian coordinates هذه زي ما نشوفه هنا continuity question فنعرف أنه زي ما قلت ال-U تتأثر فقط بال-Y و دبليو تتاثر او تساوي صفر فيقعد لي فقط في المعادله دي في على يعني تساوي صفر زي ما قلنا او زي ما شفناها قبل اليو اس فانكشن اوف واي في فانكشن اوف واي اند تساوي صفر زي ما قلت قبل واللي يبغى يعني يطلع كيف جبنا الامور هذه فيرجع تكرمان يعني الى الحصص اللي قبل راح يلقى الامر هذا فهنا زي العاده دي في على تساوي صفر عندي حلين اما الفي تساوي كنسن او الفي تساوي صفر كنا قبل اخذنا انه الفي تساوي صفر ليش؟ لانه ما فيش سريان عمودي على السريان حقت الاكس يعني مفيش صريان على الواي لكن هنا في الحاله هذه راح ناخذ الفي تساوي كابيتال في ليش؟ لانه هنا زي ما نشوف زي ما قلنا في سريان عمودي عن طريق البروز ميديا او عن طريق البليس الفي تساوي في راح ندخلها هذه ان شاء الله في ايش؟ في المعادلات حدي فهنا زي ما وصلنا انه x direction u is function of y w تساوي صفر وهنا الشيء الجديد في المسألة هذه انه u تساوي capital V فهنا using the Navier-Stokes equation هذه Navier-Stokes equation w تساوي صفر راح تروح ثم ال تساوي كابيتال v وال u is function of y راح نتحصل على ايش؟ راح نتحصل على المعادلة الأولى حقت الإكس component رو v d يو على d y minus derivation pressure على d x plus mu derivation square u على d y الفرق بين المعادلات اللي لقيناهم قبل هو ايش؟ هو الترم اللي ظهر جديد اللي هو الترم هذا بما أنه الآن نتحدث على ايش؟ على بروز ميديوم او بروز واتس على الواي كومبوننت تقعد دي بي على دي واي تساوي رو جي وهي اللي شفناها قبل نفسها ودي بي على دي زد تساوي صفر وزي ما قلنا المعادله هذه دي بي على دي زد يعني انه البريشر لا تتغير بزاد نو no applied بريشر gradient to drive the flow زي العادة لأن قلنا الماء يتحرك بتحرك الوال فإذا إيش؟ نقول flow is caused by the movement of the wall derivation of pressure على dx تروح فتقعد لي في الاكس كومبوننت اذا المعادله derivation square u على dy square تساوي v على مو du على dy راح نعتبر هذه المعادله رقم ثلاثه ونشوف المعادله هذه وين راح توصلني ان شاء الله خلال الحصه القادمه. طيب هنا فقط اود طرح سؤال هل المساله هذه تغيرت فيها يعني الحل بالنسبة للمسائل اللي قبل وإذا تغيرت إيش الترم اللي ظهر باستعمال نبيي ستوكس يعني إيش ظهر الترم هل هو على الإكس component على الواي component على الزد component تحديدا وإيش هو الترم هذا تحديدا السلام عليكم ورحمة الله